ممثلة لرئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح، وزيرة البيئة والطاقات المتجددة تشارك في الاجتماع رفيع المستوى بأبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة تحضيرا للقمة العالمية للمناخ المزمع عقدها بنيويورك سبتمبر المقبل. إيداع المتهم أحمد بورقع المدعو الأخضر رهن الحبس المؤقت و16 شخصا بينهم امرأة بتهم المساس بالوحدة الوطنية وإهانة هيئات نظامية طبقا للمواد 146 و75 و144 مكرر من قانون العقوبات. توفير خدمات أحسن للمواطنين ومرافقة دائمة لذوي الاحتياجات الخاصة في عالم الشغل والإدماج واستحداث ديناميكية أنجع لشباب الجنوب. ومحمد شرف الدين بوضياف المدير المركزي للتشغيل وجلول ووان من أعيان إليزي ضيفة النشرة. مئتان وخمسون طفلا من ولايات الجنوب في مخيمات صيفية بتيبازا ووجهة تيليمسان أول محطة للقافلة الإعلامية للديوان الوطني للسياحة. تحية لكم. ممثلة لرئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح تشارك وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي اليوم تشارك في الاجتماع رفيع المستوى بأبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة تحضيرا للقمة العالمية للمناخ التي ستنعقد في 23 سبتمبر أيلول المقبل بنيويورك. وسيتيح الاجتماع التحضيري اليوم وغدا الفرصة لبحث ومناقشة التعهدات والمبادرات التي سيتم الإعلان عنها في قمة الأمم المتحدة للمناخ وإعلان مجموعة من الالتزامات الدولية الهادفة إلى الحد من انبعاثات الغازات المتسببة في الاحتباس الحراري. كما سيشكل الاجتماع التحضيري فرصة للجزائر لعرض جهودها في تمويل مشاريع وطنية وفاء منها بالتزاماتها الدولية للخفض من الانبعاثات. في الحياة البرلمانية قرر اليوم نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني أعضاء مكتب المجلس سحب الثقة من معاذ بوشار بصفته رئيسا للمجلس طبقا لإحكام المادة 18 من القانون الداخلي للمجلس. هذا خلال اجتماع غير عادي حيث أرجع النواب في بيان للمكتب الانسداد السياسي والتوجه نحو المجهول وعدم استقرار المجلس إلى تذبذب نشاط الهياكل والكتل البرلمانية. وعلى إثر ذلك طلب أعضاء المجلس معاذ بوشار بالاستقالة الفورية من رئاسة المجلس معلنين إلغاء جميع قرارات اجتماع المكتب الأخير المنعقد بتاريخ 27 جوان. أمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي محمد بالعاصمة إيداع 16 شخصا بينهم امرأة الحبس المؤقت بالحراش، وهذا بتهم المساس بالوحدة الوطنية وإهانة هيئات نظامية طبقا للمادة 79 من قانون العقوبات. أمر اليوم قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رئيس بإيداع المتهم أحمد بورقعة المدعو الأخضر رهن الحبس المؤقت بعد سماعه من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رئيس إثر التحقيق الابتدائي المفتوح من قبل الضبطية القضائية التابعة للمصلحة الإقليمية للتحقيق القضائي لمدينة الجزائر. المتهم أودع الحبس المؤقت بتهمتي المساهمة وقت السلم في مشروع الغرض منه إضعاف الروح المعنوية للجيش إضرارا بدفاع الوطني بالإضافة إلى إهانة هيئة نظامية وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها في المواد 146 و75 و144 مكرر من قانون العقوبات. المدعو الأخضر بورقعة هو في الأصل أحمد بورقعة تقمص اسم أخيه الأخضر، كان مجندا في صفوف الجيش الفرنسي في منطقة الألب الفرنسية بين سنتي 1954 و1956 ليعود إلى أرض الوطن في عطلة ويلتحق بالثورة التحريرية. أحمد بورقعة معروف بنضاله في صفوف بعض الأحزاب السياسية المعروفة بمواقفها المتذبذبة والمتغيرة خاصة في القضايا المصيرية للوطن، وهو من الأشخاص الذين حققوا بعض المكاسب الشخصية والمادية على حساب القضايا الوطنية الهامة والمصيرية.
يشهد قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي حركية تسمح بتحسين الأداء، وهو ما وقف عنده اليوم وزير القطاع تيجاني حسن هدام خلال زيارة تفقدية لولاية الجزائر، حيث أكد ضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات مع المرافقة الدائمة والمستمرة. للتلفزيون وليد زروق. ضمان خدمة صحية راقية يرتكز في الأساس إلى التشخيص المبكر والوقاية من الأمراض مع مرافقة طبية مستمرة. هذا ما تسعى إلى تجسيده مراكز التشخيص والعلاج والكشف المبكر التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي تعرف في مرحلة أولى عملية عصرنة ورقمنة. أنا دوسي كان إلكترونيك، الوصفة الطبية إلكترونية، لي رانديفو إلكترونية، لو باركور دو سوان تاع المريض بين كل المرافق تاعنا وبين الاطباء العامون والاطباء الاخصائيون الكل الكتروني. لي رانديفو كو سوا بور لا بيولوجي والكل الكتروني. ضف لذلك هذا المرفق الجديد يدير تشخيص مبكر لسرطان الثدي. وعلى بالكم باللي الصندوق الوطني للتامينات الاجتماعيه دخل في استراتيجيه الدوله للتشخيص المبكر لسرطان الثدي. عملا على تحسين التغطية الاجتماعية للعمال الغير الأجراء ومن أجل ضمان تقاعد أفضل لهم، تعمل الوزارة الوصية على تسهيل اشتراكاتهم مع مد فترة التصريح بالنشاط إلى 48 ساعة بعد انتهاء مهلة الاشتراك هذا اليوم. لازم الإنسان يجوز لهنا، يجوز لا كازنوس، يجوز كازنوس في كامل القطر الوطني، يدير لافيت باساج بلي كوم كوا روجا لا كازنوس، وينجم الملف تاعو يتعالج في 48 ساعة القادمة إن شاء الله، وهذا مرافقة للغير أجراء. الحاجة الثانية هما المقاولين تاع في لانساج ولاكناك، راهم عندهم ان ديفيري دو بايمون، وعندهم بون ثلاث سنوات يخلصوا الأدنى، وهادو تسهيلات في إطار برنامج لانساج ولاكناك للدولة الجزائرية حارسة لهذا المضمار ولمرافقة لكل مقاولين هما الشباب تاعنا جامعيين أو غير جامعيين لكي نرافقهم في هذا إنشاء المؤسسات المصغرة. وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ومن خلال زيارته التفقدية دعا عمال الوكالة الوطنية للتشغيل إلى التقرب من الوزارة التي تفتح أبوابها للحوار فيما يخص مسارهم المهني والاجتماعي. غير معقول وكالات التشغيل في المنطقة الجنوبية تاعنا في إضراب وما يعملوش العمل تاعهم وما يأدوش الواجب تاعهم نحو المواطن الجزائري اللي في الجنوب. وأنا أبعث ميساج فور، نبعث لكم رسالة قوية باللي مطالب العمال ستدرس ان فونكسيون تاع الإمكانيات تاع لاجونس ناسيونال دو لامبلوا، وأبعث رسالتي لعمال الجنوب لكي يرجعوا للعمل تاعهم ان شاء الله، ودوك نتحاوروا ودوك نعملوا نخدموا مع بعض ونخدموا لصالح البلد وصالح المؤسسة وصالح القطاع. قطاع يعرف ديناميكية حقيقية ستدعمها دراسات ومشاورات عبر تنظيم جلسات وطنية نهاية العام الجاري. ماذا عن تكافؤ الفرص؟ تكافؤ الفرص هو ما تلح عليه فئة المعوقين في مجال الإدماج السوسيو مهني، حيث يكون المعيار معيار الكفاءة هو الفصل. نور دحماني. وحنا ماذا بينا كما قال لك السلطات دارت هذاك القانون تاع 1% كل شركة معنية تدخل 1%، ماذا بينا شغل يديروا مراقبة، باسكو حد الآن رانا نشوفوا كلي حبر على الورق. تروحي بار اكزومبل تخدمي، ديجا واحد كيشوفك ديجا يشوف الكا تاعك، ما يشوفش واش عندك في راسك ولا واش عندك ديبلوم، ديجا كيشوفك يقول لك ما تبقاش تخدمي، كيفاش كي حتخدمي؟ اذا هاد العمال ذوي الاعاقه عندهم كفاءات نتجاوزوا 1%، لان العمل هو ماشي حسنه. فرصة أخرى للرفع مستقبلا من نسبة 1% من مناصب العمل للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة،
وآليات لضمان تفعيل والتزام المؤسسات العمومية والخاصة بالقانون. وحنا ماشي نسقموا التشريع باش يكون عندنا قوة الردع للناس اللي ما يوظفوش 1%. الحاجة الثانية هو لازم تشريع اون لو في ايفولوي من 1% اكثر بشويه، وحنايا نجمو نعملوا عمل مع وزاره تاع التضامن باش نكبروا النسبه بين واحد اكثر من 1%. في لانام نجم نقول لكم باللي التوظيف ذوي احتياجات الخاصه وصل 1.04%، وحنا فرحانين به، وسمعتوا باللي عطيت تعليمات باش نكونوا بالاقل 1% في القطاع الوزاري تاعي. ونماذج ناجحة حققت طموحاتها في الولوج الى عالم الشغل وتذليل كل الصعاب. كمش بالإعلى نوصل هذا المنصب اللي ما قاش يديه شخص عادي بكل قوة صحية. الحمد لله يعني كرئيسة مصلحة الإدارة العامة، ونتمنى إن شاء الله نكون مديرة النشاط الاجتماعي، ولما لا وزير للتضامن أو أي قطاع مادام كاين إرادة وكاين تحدي. وهذه ما تدير والو، ما تتحبش الإنسان تخليك وعجلة التنمية تستدعي تضافر كافة الجهود. ومنهم من لم تثنه الإعاقة عن الاستثمار في مجال صناعة الأحذية وتصليح كل الوسائل والأدوات الجلدية، استنادا إلى دعم الوكالة الوطنية للقرض المصغر بالمنيعة. عن كثب روبورتاج سهيلة زيدور. لم يحلم نور الدين يوما أن يصبح بهذا الحال صاحب محل أسس منه أسرة بعدما عانى لسنوات في العمل على الرصيف. 3 ملايين القرض كان يرحمني. أول حاجة يسمى الماشينة أكبر تخطيت بها، مش صعب كبير لا. هذا الشيء قلنا راهي تخدم كلش سنين، نعتبرها خطوات تزوجت فيها من التحريكة هذيك، موفر الحمد لله مكفي في أولادك أمارك. عندك أولادي عندي 3 يعني. سعد ركار أنا متأكد باللي لو كان كنت كان قاضي أكثر من هذا، إلا كان 3 لحقني للشي اللي راني فيه سما لا قرضت أكثر منه. الاستفادة من هذا المحل والحرفة التي يقوم بها بين ترقيع الملابس وصناعة الأحذية الجلدية جعلت منه مقصد الجميع، وتربص على يده بعض الشباب. تربصت ما على يدي 3 أشخاص عندي تعلموا بديبلومات، كاين وين راهي تجيني خرجات لازم نخرج كيما بيفو تاع فلاحة باش نخدم له البنو تاعو، راه ما يجيني نخرج راهي مقابلكم بواحد الآخر لازم نخرج للوتين تاع حانوت باش نخدمها ليه الحمد لله. حالات عديدة استفادت من دعم صندوق القرض المصغر لتتغير حياتهم وحياة أسرهم نحو الأفضل. وللتفصيل في الموضوع يحضر معنا ضيفة النشرة الرئيسة محمد شرف الدين بوضياف، مدير مركزي مدير ضبط التشغيل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. كما يحضر معنا أيضا جلول ووان من أعيان إليزي. مرحبا بكم. أبدأ بالمدير المركزي مدير ضبط التشغيل بوزارة العمل. سؤالي لك يتعلق طبعا بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، نسبة 1%. هناك العديد من المكاسب لا أحد يتجاهلها محققة في سبيل طبعا إدماج هذه الفئة في المجتمع، لكن هذه الفئة تتطلع إلى الأحسن بما في ذلك طبعا نرفع النسبة. أولا شكرا للتلفزيون العمومي على الاستضافة. كما تفضلتم أن نسبة 1% المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة هي نسبة مدرجة ضمن قوانين موجودة، ولكن تفتقد إلى الإنزامية في التنفيذ. كان فيه خلال ملتقى إعلامي بادرت به وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
مرفوقة بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، يتعلق بهذا الجانب الهام لأنها شريحة مهمة من المجتمع وهي متكاملة مع كافة المجتمع. في الحقيقة أنه سيدة معالي وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة أبدت رغبة أنه هذه النسبة ترفع، وكانت هذه الرغبة يعني متكاملة مع قطاعنا الوزاري من خلال تدخل السيد معالي الوزير، والذي أولا أعطى أسدى تعليمات صارمة للهيئة تحت الوصاية على أن يكون قطاعنا الوزاري هو القطاع يعني المبادر ويكون هو المثل في هذا الجانب، وتم تحقيق هذه النسبة بالنسبة لقطاعنا الوزاري. فيما يخص أنه في هذا النسبة حقيقة فيه رغبة في أن ترفع، ولكن الأهم من هذا هو أنه تكون نصوص قانونية تتعلق بعلاقات العمل جانب التشريعي والمتعلق بإلزامية احترام هذه النسبة من خلال مواد ردعية تلزم كل المستخدمين على أن يحترموا هذه النسبة المخصصة لهذه الفئة الهامة من المجتمع. شكرا لك. ملفاء النشرة رئيسة اليوم، وقع التشغيل بولاية الجنوب وأيضا إدماج فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في عالم الشغل. جلول ووان من أعيان إليزي، نتحدث من هذا المقام عن وقع التشغيل بالجنوب، وإن كان عرضنا له في أكثر من مرة من خلال الروبورتاجات، ولكن أنت من تحمل الهموم والانشغالات. ما هي حقيقة المطالب سكان الجنوب فيما يتعلق بالشغل؟ في البداية الأخ خالد، من خلالكم ومن خلال التلفزيون الجزائري التي يعني نشكرها جزيل الشكر على هذه الالتفاتة، أشكر يعني رسالة شكر، أقدم رسالة شكر لمعالي وزير الوزير الأول السيد نور الدين بدوي على المجهودات، وعلى يعني نتمنوا كثيرا على المجهودات اللي قائم بها بالخصوص في الجنوب في عدة قطاعات، وبالخصوص في الآونة الأخيرة يعلم الجميع أنه إليزي مستها يعني فيضانات يعني تنكبت، والحمد لله يعني معالي الوزير الأول والحكومة يعني خصوا أغلفة مالية لإنجاز يعني مرافق كبرى في الجهة، وهذا الشيء يعني نتمنوه كثيرا ونشكره جزيل الشكر على هذا الشيء، وحنا نرافقه على كل حال يعني مرافقة دائمة في كل صغيرة وكبيرة. إذ نقدم تاني شكرنا للمؤسسة العسكرية على المجهودات الجبارة اللي قايمة بها في الجهة، بالخصوص مع أشقائنا في ليبيا مؤخرا يعني قدموا يعني أمور كثيرة لإخواننا الأشقاء اللي تعبوا مع الفيضانات. نرجع لسؤالك الأخ. سؤالي هو عن الانشغالات بالنسبة الحقيقية على التشغيل. احنا في إليزي والله في الجنوب يعني عامة حقيقة يعني التشغيل راه ملف ثقيل وثقيل وثقيل جدا، يعني العام والخاص يعلم أن هذا الملف راه يعني فيه مشاكل عدة، واحنا في الجنوب الملف هذا يعني نقدر نقسمه على قسمين. القسم الأول اللي هو يعني بالنسبة للمؤسسات العمومية، الدولة يعني عالمة باللي أغلب يعني المناصب في المؤسسات العمومية راهي مجمدة، وإحنا من هذا المنبر نطالبوا معالي الوزير الأول أنه يرفعوا لنا التجميد على المناصب هذه اللي تتعلق بالقطاعات كثيرة وكثيرة جدا في الجنوب. والملف الثاني اللي هو يعني المناصب الخاصة اللي تتعلق بالمؤسسات الخاصة البترولية وما إلى ذلك. إحنا حقيقة لما تشوف يعني صراحة التعداد الهائل الموجود يعني في البطالة في الجنوب، والله صدقني يعني مخك يحبس، تقول أنه يعني ما كان حتى ولا عمل ولا حتى حاجة ولا جهد. لكن احنا نتمنوا يعني مجهودات الدولة، ما نقولوش باللي مدام يعني ما كانش عمل. صراحة يعني مؤخرا شفنا باللي هناك لجنة يعني تحقيق بالخصوص مع المؤسسات الخاصة في الجنوب راهي تتجول عبر ولايات الجنوب كلها، وإحنا نتمنوا كذلك. لكن وشنو، دائما نحوسوا على المرافقة وعلى التطبيق في الميدان، على أساس أنه أغلب شبابنا اليوم
أغلبيتهم راهم قراو في الجامعات وراهم مريحين، يعني حقيقة يعني الحقيقة مرة مرة جدا. لكن هو السؤال الذي سأتحول به إلى المدير المركزي، مدير ضبط الشغل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد محمد شرف الدين بوضياف. هناك لجنة ولجنة قطاعية تم إفادها إلى ولايات جنوبية 11 ولاية بالضبط، واللجنة كما أسلف مدير مركزي بوزارة العمل من هذا المنبر منبر الثامنة بأنها تختم جولتها مع الفاتح جويليا. الانشغالات التي تحدث عنها، الانشغالات العميقة التي تحدث عنها سي جلول، الأكيد أن اللجنة وقفت عليها على أرض الواقع ميدانيا. كيف ستتعاملون مع هذا الملف بعد رصد الانطباعات والملاحظات؟ كما تعلمون أن العشر ولايات الجنوبية تسير ضمن تعليمة رقم واحد لسيد الوزير الأول التي سار مفعولها منذ سنة 2013. وفي الحقيقة في الواقع كانت فيه عدة اختلالات، والتي من خلالها أصدى السيد الوزير الأول السيد نور الدين بدوي تعليمات للسيد وزير العمل، والتي مفادها أن تفعل كل بنود هذه التعليمة والمتعلقة أساسا بالتسيير الشفاف لملف التشغيل بولاية الجنوب، واللي تعرف هذه الولايات نشاط مكثف خاصة من جانب النشاط البترولي والنشاط المتعلق بالطاقة. وعليه أعطى تعليمات سيد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بروفيسور تيجاني حسن حدام لكافة الإطارات المركزية للخروج في الميدان عبر كافة ربوع ولايات العشر الجنوبية، وهو ما كان بالفعل وفي الميدان للوقوف على مدى احترام هذه الإجراءات والمتعلقة بتسير ملف التشغيل بولاية الجنوب. كانت هناك يعني لقاءات مع السادة الولاة بحكم أنهم هم المسؤولون المحليون، ومن خلالهم أعطاء نظرة شمولية لتسيير هذا الملف في الميدان. كانت فيه بعض الملاحظات، كما كان فيه يعني بعض التثمين المتعلق بحقيقة بتسيير هذا الملف، ولكن كانت هناك يعني رقابة وتفتيش على مستوى مختلف الهيئات تحت وصاية وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. دون ما شك هذا الملف يحتاج إلى مرافقة وأيضا إلى رؤية تكاملية. كلمة تقولها سيد جلول ووان. نعم خالد، أنا عندي نظرة أخرى، أنه نحن في الجنوب نعاني يعني كثيرا بالخصوص مع المؤسسات الخاصة. هناك يعني مرارا وتكرارا يطالبوا الشباب البطال بالخصوص يعني بشروط تعجيزية نوعا ما. حقيقة يعني هذا الشيء راه يضر الشاب، أنه الطموح يعني للعمل يطلبوا له ممكن فلربما خبرة نتاع 5 سنوات، خبرة نتاع 10 سنوات في عمل ما، هو راه خريج الجامعة يجيب الدبلوم نتاعه ويريح في الشارع، هذا مستحيل. وحنا نطالبوا اليوم أنه لازم 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 هذه الشروط التعجيزية تتنحى. وماذا بينا كاين بعض من المناصب العادية خلاص كعون أمن، يعني كاين أمور عدة خفيفة جدا، والحلول تندرج ضمن التشاركية وفي رؤية تكاملية كما أسلفت. كلمة ختامية سيد محمد شرف الدين بوضياف. والله احنا كلنا تفاؤل إن شاء الله أنه هذه الزيارات ستتكرر يعني تكون متتابعة، هذا إلا لإعطاء فرصة لأبنائنا في الجنوب. أنت عم نتائج الزيارات والحمد لله إن شاء الله احنا بدنا نلمسه في الميدان هذه النتائج اللي تكون إن شاء الله إيجابية. وهذا هو طبعا المنشود. شكرا جزيلا لك محمد شرف الدين بوضياف، مدير مركزي مدير ضبط التشغيل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، والشكر موصول أيضا لجلول ووان من أعيان ولاية إليزي. شكرا جزيلا لكم. تزامنا وموسم الاصطياف انطلقت من بلدية سيدي خويلد بولاية ورقلة أول دفعة نحو المخيمات الصيفية التي تضم 250 طفلا نحو ولاية تيبازا. المراسلة لمحمد شوقي بونيف. هي الدفعة الأولى والمتكونة من 250 طفل من ولاية ورقلة والمقاطعة الإدارية بقرت، متوجهة نحو الولايات الساحلية. دراري من الجنوب رايحين للبحر، رايحين بعد موسم دراسي شاق وطويل، إن شاء الله يستمتعوا ويرجعوا فرحانين كما راهم رايحين. أول مرة نروحوا، زعما كنت خايفة شوية بلا شوية خلاص خوف تاعي. رانا رايحين لتيبازا ورانا فرحانين، من هنا راهي سخانة
رايحين نتبحروا ونتبردوا ونفرحوا. انا رايح المخيم الصيفي وعجبنا الحال وفرحانين وان شاء الله خاطر يدير لنا. فرحة الأطفال بقضاء عطلة الصيف في أحسن الظروف بعيدا عن الحرارة المرتفعة هذه الأيام، وهو ما تسعى إليه مديرية الشباب والرياضة لولاية ورقلة. مديرية وفرت كل إمكانيات الضرورية لقضاء فترة استجمام وراحة لأطفالنا، إضافة إلى تأطيرهم من طرف إطارات مختصة. الدفعة الأولى بعدد 250 طفل موزعين على بلدية حسن بن عبد الله وسيد خويلد ونقوسة والمقاطع لدارية كورت. فاستمتاع الأطفال بفصل الصيف نحو الشواطئ لقضاء العطلة، فبعد هذه الرحلة تليها رحلات أخرى نحو الولايات الساحلية. وبالعودة إلى النشاط البرلماني، وفي بيان وردنا التو أكد المجلس الشعبي الوطني أكد أن مكتبه لم يتم استدعاؤه لأي اجتماع اليوم، مشيرا إلى أنه يعقد اجتماعاته بدعوة من رئيس المجلس وبرئاسته، وذلك طبقا للنظام الداخلي للمجلس، وبالتالي فإن قراراته رسمية لا يمكن إلغاؤها باجتماع غير مطابق للمواصفات القانونية. وأوضح البيان أن المعلومات التي أوردتها وثيقة عن اجتماع مزعوم لمكتب المجلس اليوم الأحد هي مغالطة لا أساس لها من الصحة. انتهى البيان. ضمن جهود الترويج للوجهات السياحية ببلادنا، حطت القافلة الإعلامية للديوان الوطني للسياحة بأول محطة بغرب الوطن، حيث جابت مختلف المواقع السياحية للولاية. سيف الدين بالزردة. تلمسان لؤلؤة المغرب العربي، زائرها يستنشق عبق التاريخ والحضارة ويلامس كل حقبة من حقبات الزمن التي مرت عليها بفضل معالمها الأثرية ومتاحفها الطبيعية التي تعود إلى سلف العصور. وللتعريف أكثر بهذه المدينة، قافلة إعلامية للديوان الوطني للسياحة تجوب أهم المواقع السياحية بها. نقول أنها ولاية سياحية بامتياز تتميز بمواقعها السياحية الرائعة. الله يبارك كما رانا نشوفو، رانا في كهوف بني عاد، مغارات بني عاد رائعة جدا. بلادنا ما شاء الله فيها صوالح شابين وبلايص ما نعرفوهمش. لازم نقول للناس خرجوا حوسوا بلادكم افون دالي على اتخونجي. تسمى مغارة عين بني عاد، الاكتشاف قرنين قبل الميلاد من طرف الأمازيغ وكان يعيشوا بداخلها. طول المغارة اللي زروه يا رب حوالي 700 متر طول، نزلوا في بطن الأرض 57 متر، بالنسبة لدرجة حرارة 13 درجة ثابتة بدون تغير، سواء فصل صيف ولا فصل شتاء دائما الجو رائع بالداخل كما تلاحظوا. في تلمسان تستمتع أيضا بزرقة البحر عبر شواطئها المختلفة التي تمتد على طول ساحل جذاب يستقطب آلاف المصطافين كل عام. عجبتني هذه لابلاج بزاف، بون مين نقيه مين شابه. الزياره كانت ناجحه بامتياز. متواجدين بشاطئ المرسى بن مهيدي، هذا الشاطئ الكبير الذي لديه من يعني العديد من السياح، وخلال اطلاعنا يعني لهذا للسياح المتواجدين هنا على مستوى شاطئ بن مهيدي، اكتشفنا يعني هناك ارتياح كبير للمصطفين هنا في هذا الشاطئ الكبير. وتستمر القافلة في جولتها الإعلامية لاكتشاف ما يسخر به هذا الوطن من مواقع جميلة. والأمن والسلامة شرطان أساسيان للقبلات السياحية، وعليه فرق والحماية المدنية مسخرة لخدمة المصطفين ضمانا لراحتهم والتدخل السريع لأي طارئ يقول ولتصاري. في أعالي البحارية أو أعماقها يزول غطاس الحماية المدنية عملهم باحترافية عالية لمراقبة وحماية المواطنين وكذا التدخل السريع للبحث وإنقاذ المفقودين. لي سيتوايان كيشوف الحماية المدنية تكون عنده راحة البال. بالنسبة للتدخل تاعنا، عندنا التدخل تاعنا على مستوى المناطق المحروسة والغير محروسة. بالنسبة للمناطق المحروسة تكون عندنا أمور سهلة باسكو كاين عندنا فما
لي سيلفيو بنيات لي شيف دو كوست يعطونا لي ديتاي تاع لي زانترفونسيون باش نخدموهم اليس او بلو رابيد. هذا هو العمل تاعنا اللي نقوموا به من اجل الحفاظ على سلامه المواطن وتوفير الراحه والاطمئنان. والاصطياف ان شاء الله 2019 نفوتوه في ظروف جيده ان شاء الله. الوحده البحريه للحمايه المدنيه بتيبازا بتجهيزات ووسائل متطوره وتكوين عال للتدخل في كل الظروف والحالات. من المهام الاساسيه للوحده البحريه للحمايه المدنيه هي ضمان اجهزه حراس الشواطئ عبر الولايه اللي تمثل في 43 شاطئ مسموح للسباحه. حاليا نحن منتشرين بالامكانيات الماديه والبشريه جد معتبره عبر كل الشواطئ الولايه. المعلومه لازم تكون عندنا معلومه مؤكده وتكون بالتفاصيل كي على عندنا امكانيات كبيره وامكانيات متعدده في كل تدخل عنده امكانيه تاعو اللي ندخلوا بها. هي مهنه متعبه لكنها ممتعه، خاصة وأنت تكتشف عالم البحار عبر الشريط الساحلي لبلادنا. وبمدينة ثقافة تونس تختتم في هذه الأثناء الدورة 20 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، والتي تعقد تحت شعار خمسينية الاتحاد للإسهام للترويج لهذه التظاهرة الإعلامية الكبرى. وهي طبعا التظاهرة التي يشارك فيها التلفزيون الجزائري. اجتمع اليوم وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بمديرية القطاع الولائيين قصد تقييم الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة لتحسين الخدمات الطبية بالمؤسسات الصحية وتحسين ظروف ممارسة مهنيي الصحة لمهامهم. وهبة هو في لقائه التقييمي والتوجيهي مع مديري الصحة والسكان أكد الوزير ضرورة التعجيل بتطبيق التدابير المتخذة، خاصة تلك المتعلقة بموسم الاصطياف. تكثيف من عمليات المراقبة والتفتيش لضمان السير الحسن للمصالح، خاصة الاستعجالات والتصدي لظاهرة الغيابات. إسراع في استلام المشاريع التي تم تسجيلها في ميزانية التجهيز، وذلك للسماح للمواطنين من الاستفادة من خدمات هذه الإنجازات الكبيرة والعديدة التي سخرت لها الدولة أموال باهظة. التدابير الاستعجالية تخص الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، برنامج مكافحة التسمم العقربي، وضرورة تنظيم مصالح الاستعجالات الطبية الجراحية. تعيين أطباء في هذه المصلحة، يعني تدعيم المصلحة، بما أن الولاية ستستفيد من 3 مستشفيات جديدة، هذا اللي غادي يؤدي ينقص الضغط على هذه المصلحة الوحيدة التي تعرف اكتداد كبير. بالنسبة لجاهزية ولاية غردية فيما يخص التكفل بالنساء الحوامل، والحمد لله قمنا بتنصيب 34 طبيب اخصائي جديد على مستوى الولايه. المسح العقربي المستوى الوطني 48 ولايه لسنه 2018 سجلنا من 45000 الى 50000 حاله. معهد باستور كلفناه به يجيب لنا 85000 جرعه، احنا عندنا 50000 لسعه وحنا نجيب له 85000 جرعه. وزير الصحة والسكان وجه تعليمات صارمة لمهني الصحة قصد توفير خدمات صحية ذات نوعية، خاصة وأن القطاع يزخر بكفاءات عالية. صحيا دائما احتضن اليوم قصر مؤتمرات أشغال المؤتمر الوطني الأول لداء السكري، وهو اللقاء الأول منذ إطلاق مشروع بيترومتر الذي يتيح فحوصات وتحاليل مجانية لمرضى السكري عبر 30 مركزا موزعا على 24 ولاية. المؤتمر عرف مشاركة واسعة لفاعلين من وزارة الصحة وأطباء وخواص ساهموا في نجاح المشروع منذ إطلاقه سنة 2013 ليمس زيادة من 160 ألف مريض. على هامش اجتماعات منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وشركائها اعتبارا من الغد بفيينا لدراسة قرار تمديد تحديد سقف الإنتاج من عدمه، تحدث اليوم وزير الطاقة محمد عرقاب مع نظيره الفنزويلي. الطرفان تباحثا مستجدات سوق النفط. درجة الحيطة والحذر في موسم الصيف حري أن ترتفع بقدر ارتفاع درجات الحرارة التي قد تتسبب في تسممات تهدد صحة المستهلك. ليندا شعبان.
حرجة ميدانية لمصالح حماية المستهلك وقمع الغش التابعة لمديرية التجارة ساهمت فيها كل الأطراف الفاعلة بهدف مراقبة المواد والبضائع التي يتم نقلها خصوصا والارتفاع غير المسبوق لدرجات الحرارة. نقل لاكريم ونقدم ليسونسيال نقدم لا كونجيلاسيون بازيو على الفروة تاعنا، الفروة يكون مليح تكون نظافة تاع الكاميون لا روت. احنا نوعيو المستهلك الجزائري من سيرتو بعد في درجة الرطوبة ودرجة الحرارة اللي راهي متكونة هذه الأيام خاصة في فصل الصيف اللي رانا نستقبلوا بكثرة التسممات الغذائية وما شابه ذلك. ولأن مادة الحليب ومشتقاته تعد من المواد سريعة التلف مع ارتفاع درجات الحرارة من الضروري حفظها بطريقة صحيحة. ركزنا على سلسلة التبريد سواء على مستوى المصانع أو على مستوى نقل هذه المواد إلى الولايات الأخرى. بقيت هذه الثقافة ثقافة احترام سلسلة التبريد، أننا نقوم بعملية توعية على مستوى سواء وحدات الإنتاج أو على مستوى الطرقات. هي إجراءات تعتمدها مديرية التجارة حفاظا على صحة المستهلك وضمان جودة المنتوجات وسعة الاستهلاك. في زيارة عمل وتفقد إلى ولاية الجلفة استمع وزير الموارد المائية علي حمام للانشغالات الساكنة، حيث أكد اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على مشكل التموين بالماء الشرب. المزيد مع مليك زجولي. وزير الموارد المائية علي حمام ولدى زيارته لولاية الجلفة استمع إلى انشغالات المواطنين التي طرحت بأسلوب مباشر ومسؤول لتتخذ جملة من القرارات استجابة لمطالبهم على المدى القريب. سبحان الله، واحد يو ساكن هنا ما عندوش الماء وقدامه الماء راح يسربلوا في الماء وراح يموت وما باش يعمل الماء. الماء شهر تحب نرجع لك نرجع لك شهر يمشي الماء ان شاء الله. أعطيت أمر الجزائر المياه باش تكفل في إطار المشاريع اللي عندها هنا تبدأ بهذا القضاء النهائي، وكذلك العمل التنسيقي مع السيد الوالي فيما يخص كيفية الأشغال اللي تتم في وسط المدينة. نأكد مليح كل الانشغالات التي طرحت خذت بها الاعتبار سيتم برمجتها في أقرب الوقت، في أقرب الوقت باش نتم مليح. ولهذا طلبت من المدير الولائي باش يبدأ حضر دفاتر الشروط باش نبداو نديروا الإعلان عن المناقصات وينطلق إن شاء الله. وبخصوص مشاريع تصفية المياه تم اعتماد محطتين. الزيارة الأخيرة اللي تم بها السيد معالي الوزير الأول فيما يخص محطة التطهير، محطات ربع محطات، أنا نبشر المواطنين باللي زوج محطات عملية مسجلة وعمليتين الأخرى في نهاية السنة سيتم تسجيلهم لأنهم عمليات كبار تصفية المياه القادرة. تجسيد كل المشاريع المعتمدة وتنفيذ كل التعليمات المزداة من شأنها القضاء كليا على أزمة التزويد بالمياه الشاروب بولاية الجلفة. في القطاع الفلاحي ومع انطلاق حملة الحصاد والدرس عبر مختلف ولايات الوطن نقف عند مراكز تخزين الحبوب، حيث رافق التلفزيون الفلاحين خلال عملية تخزين المحاصيل بولاية البويرة. روبورتاج لنيلة نوار. من السادسة صباحا تبدأ عملية تجميع منتوج الحبوب، وأفواج الفلاحين يتوافدون إلى المراكز للتجميع والتخزين. نحرثوا ونجيبوا الزرعة، الزرعة ما عندناش مشكل فيها، السلعة ما عندناش مشكل فيها، الخدمة ثاني ما عندناش مشكل فيها، نخدموا بعد نهار اللي توجد نحصدوها وندوها للدوك، هما يصفوها ويتريوها ويزيدوا يتوتوها ويزيدوا كلش، ومن بعد هنايا كل واحد يدير الحساب تاعو واش يجيب ويعطونا النورمال، اللي عنده دراهم يخلص واللي ما عندوش يدير كريدي. جيت لهنا جبت القمح لهنايا وجينا لقيناها كل حاجة سهلة، مسهلين الأمور، ما كاين حتى مشاكل. كل حاجة مليحة، ما كاين حتى رشين وديجا رشين برا ما تلقاهش كاع برا. 14 نقطة تجميع سخرتها مديرية المصالح الفلاحية للولاية لضمان تخزين جيد للحبوب وبتقنيات حديثة. حصلنا إلى يومنا هذا على 107,000 قنطار، عندنا 630 فلاح اللي تقدموا ومدوا الإنتاج تاعهم، ورانا في لحد الآن جنينا 26,000 قنطار في مادة الشعير دو كونسوماسيون، أرقام مشجعة جدا. حنا دروك نبغي نسس عندنا اون كاباسيتي دو ستوكاج
presque de 1 million de quintaux le quadrat de tchzim. Donc même pour ce qui est des pesées, باش يوزن الفلاح تاعو الفلاح الغلة تاعو كاين شفافية تامة دونك سي اون بالونس بيان سور عندها نيكرون الكترونيك هي يوزنها وهي يخزر فيها نتوقعوا باللي هذا الاخر المعدل تاع المنتوج نلحقوا حتى ل 35 قنطار في الهكتار. حلقة أخرى في سلسلة إنتاج الحبوب تبدأ بعد عملية التخزين حيث تذهب كمية كبيرة منها إلى المطاحن والبقية تستخدم كبذور للموسم المقبل. في قطاع السكن استفادت اليوم 180 عائلة بالعاصمة مقيمة بمساكنها الشاب ببلدية الرحمانية بالمقاطعة لدارية لزيرالدا استفادت من عملية ترحيل وعادة إسكان نحو شقق جديدة بولاية فايت غرب العاصمة. للتلفزيون ويزال عوفي. عبر هذا الحي الفوضوي نعمان العمري ببلدية الرحمانية سيتم استكمال مشروع الطريق المتوقف في مقطعه الرابط بين طريق السيارة الدويرة والطريق الوطني رقم 67 بعد استرجاع العقار. هذه العملية سوف تمكننا من استرجاع وعاء عقار هام يتربع على مساحة 3 هكتارات الذي يسمح لنا بتكملة إنجاز مشروع هام والمتمثل في الطريق السيار الذي فهمت يمر بوسط المدينة الجديدة والذي سيفك الخناق على المدينة الجديدة وأيضا راح يضمن حركة سيولة في الحركة المرورية. راكم تلاحظوا باللي الولاية سخرت كل الوسائل فيما يخص النقل فيما يخص وسائل الهدم وأيضا على مستوى موقع الاستقبال. 181 عائلة تم ترحيلها اليوم إلى مساكن لائقة بحي 2400 مسكن بولاد فايت. والله يبارك سكنة كبيرة واستنيناها بزاف قعدنا سنوات احنا نعانوا واليوم الحمد لله وهذه هي أمية تاعنا هذا واش كنا نستناو طبر 20 سنة الحمد لله واليوم فرج ربي ونا صابرين ونصبروا على كل إن شاء الله المهم تبقى بلادنا عزيزة وغالية ونتحدوا كاع. تستمر هذه العملية طوال شهر جويلية إلى غاية استكمالها أي إعادة إسكان وإسكان 4042 عائلة من ساكنة ولاية الجزائر العاصمة. سكنات جديدة تتوفر على كامل الضروريات والمحافظة عليها من أولى الأولويات. تحسينا لأداء المورد البشري تحتضن تيرمسان فعالية الدورة التكوينية لفائدة المكلفين بملف الطاقات المتجددة على مستوى الجماعات المحلية. التفاصيل مع مراد مزوهر. تسجل سنويا الجماعات المحلية أعباء مالية معتبرة ومتزايدة كتكاليف للإنارة العمومية، وبالمقابل تشير الدراسات إلى توفر بلادنا على أكبر الأحواض الحرارية على المستوى الدولي والكفيلة بتوفير حاجيات العالم من الطاقة الشمسية بأربع مرات. هذا ما دفع قطاع الداخلية إلى بلورة استراتيجية وطنية في هذا المجال. الاستراتيجية قائمة على وضع نموذج جديد للاستهلاك قائم على استعمال الطاقات المتجددة وأيضا إدخال تدابير الفعالية الطاقوية خاصة على مستوى ممتلكات الجماعات المحلية. ولأن الكادر البشري عامل جوهري في إنجاح الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقوي تحتضن ولاية تريمسان هذه الدورة التكوينية لفائدة المكلفين بملف الطاقات المتجددة على المستوى المحلي بالتعاون مع الشريك الألماني. تكون الإطارات الجامعات المحلية في إعداد دفاتر شروط لتمكينهم من تحكم جيدا في مشاريع الطاقات المتجددة على مستوى الجامعات المحلية. ننتظر كذلك من جامعة تلمسان إمكانية فتح تخصصات جديدة تتلائم مع سوق العمل الوطني والثروة الجديدة والنظرة العلمية. نحن جد سعداء بمرافقة جهود التحول الطاقوي بالجزائر من خلال توفير الدعم العلمي والتكنولوجي اللازم. تجسيد مساعي التحول الطاقوي انطلق السنة الماضية بمشروع خصص له 40 مليار دينار من قبل قطاع الداخلية والجماعات المحلية. بعد 3 أشهر من التكوين والتدريب اختتمت اليوم فعالية قافلة الحج المبرور والتي بادر بها الديوان الوطني للحج والعمرة. محمد ياسين نقاش.
تكوين الحاج في فقه المناسك وأخلاق الناس ومقاصد الحج الكبرى هو ما كان في برنامج الحج المبرور لمدة 14 أسبوعا. لا شك أن هذه الدورة التكوينية مكنتني من معرفة معرفة دقيقة لمناسك الحج لسننه وفرائضه. لا الحاجة مليحة، اللي ما فهمش يفهم. لا الحاجة الحمد مليحة، ودربنا قريب شهرين وحنا ندربه. كل الإجراءات اتخذت لإنجاح حج 2019. ما تقوم به الدولة الجزائرية من أجل خدمة ضيف الرحمن وما تبادر به مختلف القطاعات يرقى إلى ذلك التطلع الذي يجعل الجزائر شامة بين الدول ويرفع راية هذا الوطن عالية خفاقة في هذا المحفل الدولي إن شاء الله. ما يبقى على الحاج الجزائري إلى اتباع نصائح وإرشادات البعثة الجزائرية التي تسهر على راحته. تقبل الله. في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، وقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي أمس إثر عمليات متفرقة بكل من طمرة، سعين قزام وبرج بجي مختار. من ناحية العسكرية السادسة، وقفت 23 منقبا عن الذهب وحجزت 17 مولدا كهربائيا و9 مطارق ضغط، بالإضافة إلى شاحنتين ومركبتين رباعيتي الدفع. هذا حسب بيان الوزارة الدفاع الوطني الذي يردف أنه من جهة أخرى وقفت انفرازة للجيش الوطني الشعبي ببشار بالناحية العسكرية الثالثة تاجرة مخدرات بحوزته قرابة 6 كيلوغرامات من الكيف المعالج، فيما أحبطت وحدات لحرس السواحل محاولة هجرة غير شرعية ل 46 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، وهذا خلال عمليات منفصلة بكل من القلعة، عنابة وسكيكدة. في جولة أخبارنا الدولية وفي مثالها فلسطين، أفرجت اليوم قوات الاحتلال عن وزير شؤون القدس بالحكومة الفلسطينية فادي الهدمي بعد اعتقاله بحجة المساس بسيادة حكومة الاحتلال خلال الجولة التي قام بها في الحرم الشريف مع رئيس الشريك. في سياق آخر، حضر مسؤول في وكالة الأونروا من تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي للوكالة بسبب عدم توفر الأموال الكافية لضمان تسيير مدارسها خلال الموسم الدراسي المقبل. أما في ليبيا، فارتفع عدد الفارين من المعارك الجارية جنوب طرابلس منذ نحو 3 أشهر إلى أزيد من 100,000 شخص، بالإضافة إلى 56,000 شخص بحاجة للمساعدة الإنسانية العاجلة، وهذا حسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ببعثة الأمم المتحدة للدعم في البلاد. في الرياضة، استقبل اليوم وزير الشباب والرياضة رؤوف برناويبي المركب الرياضي غرمول المنتخب الوطني للرياضات الجمعية عشية مشاركته في الألعاب العالمية للرياضات الجمعية بإيطاليا. طريق نشكر الاتحادية على المجهودات المبذولة، مشاركة في هذه التظاهرة العالمية، حفل عالمي منظم يعني من عند دولة مجاورة إيطاليا. احنا نتمنى إن شاء الله أن نكتسب الخبرة كبيرة في هذه البطولة، يحقوا نتائج كرياضيين، وأيضا غدا إن شاء الله باش تكون عندهم الخبرة في التسيير. الموعد هذا هو أهم موعد في الرياضة الجامعية على المستوى العالمي، هي الألعاب العالمية الجامعية المعروفة بالزينيفرسياد، تجري كل سنتين في بلد يحتضنها على مستوى عالمي. الجزائر كانت حاضرة في كل المواعيد الأخيرة، راح تشارك العام هذا للأسف بعدد قليل من الطلبة الرياضيين، عدد 26 طالب راح يتوجهوا إلى إيطاليا غدا في 3 اختصاصات، هي التايكواندو، ألعاب القوى، والجيدو. وضمن نهائيات كان، مصر أجرى اليوم المنتخب الوطني آخر حصة تدريبية له عشية مباراته الثالثة من الدور الأول أمام المنتخب التنزاني. هذا إذن عن الحصة التدريبية. للمزيد معنا على المباشر عبر الهاتف من القاهرة مفدى التلفزيون محمد جمال. محمد جمال، كيف هي الأجواء عشية مباراة تنزانيا؟ مساء الخير خالد. طبعا أجواء رائعة داخل المنتخب الجزائري اليوم، منذ ساعتين أنهى المنتخب الجزائري الحصة التدريبية الخاصة بمباراة تنزانيا
في بحماس كبير جرت هذه المباراة، كانت مفتوحة لربع ساعة للصحافة الرياضية ولإجراء بعض الحوارات مع ثلاثة لاعبين قدموا للإعلام الجزائري للصحافة الحاضرة اليوم في الحصة التدريبية. أظن أن المباراة الثالثة هي من أجل التأكيد، هكذا سميت عنوان التأكيد للمنتخب الجزائري. الفوز الثالث على التوالي هو رقم جديد معدل لم يحدث منذ عام 1990 عندما توج المنتخب الجزائري بكأس أمم إفريقيا. يوم غدين إن شاء الله ممكن إجراء تعديلات وتغييرات على التشكيلة الأساسية للمنتخب الجزائري. في الدفاع ممكن اثنين أو ثلاثة لاعبين، في الوسط ممكن لاعب واحد، في الهجوم أيضا ممكن أن يكون لاعبا أو لاعبين في الهجوم، هكذا أراد الناخب الوطني جمال بلماضي. ممكن إشراك إبراهيمي في مكان بالليل الذي غاب اليوم عن الحصة التدريبية وتدرب بمفرده يخضع لعلاج وتدريب خاص من أجل أن يكون جاهزا في الدور الثاني من هذه المنافسة. المباراة ستلعب على أرضية ملعب السلام والذي يبعد عن القاهرة الجديدة بحوالي 30 كيلومتر. كل الأجواء مهيئة نفسيا، حضور اللاعبين حاضرون جاهزون لهذه المباراة أمام تنزانيا التي ستكون الأولى في نهاية كأس أمم إفريقيا بين المنتخبين. خالد، شكرا لك محمد جمال. طبعا مباراة الجزائر تنزانيا ستنقل على المباشر عبر الأرضية الجزائرية اعتبار من 8 مساء من يوم غد، على أن تأتيكم النشرة الرئيسة نشرة 8 استثناء عند تمام 7 طبعا لتمكين الجمهور الرياضي من متابعة هذه المباراة. نختم من ولاية جيجل وطبعة 12 لعيد السمك. نعم، عيد السمك في هذه الولاية الساحلية. التنافس كان بين 21 مشاركا أبدعوا في تزيين وتقديم أطباق السمك. نوال صويلح كانت حاضرة. مشاركة قوية في مسابقة الطبخ وتنوع في الأطباق بين التقليدي والعصري، والمكون الرئيسي هو السمك. عام السنة جينا بأطباق عالمية ونسينا نديروا حاجة جديدة. حصدت ولاية بجاية المرتبة الأولى وفق معايير وشروط المسابقة. ديجا لو فات دو فوار العبد بروبر بيان ابيي واقف الى لا تيت سور لي زيبول ديجا تشهي. من بعد كي نروحوا لو برودوي يفو لو برودوي سوا ريسبكتي. ونتمنوا ان شاء الله نشاركوا في مزيد من مسابقات ونديو تانيك جوائز واحد اخرين شاركت في اسم ولاية جيجل وتحصلت على المركز الثالث. هذه الدورة عجبتنا بزاف، كان التنظيم فيها مليح ولجنة التحكيم كانت عند حسن الظن الجميع. التظاهرة على مستوى ولاية جيجل زادت وستزيد إن شاء الله من شعبية المنطقة ومن طابعها السياحي المتميز. هذا شرف أول لمن أمن المنطقة بس ما ننساوهاش، من جيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن. وشفنا اليوم راهي الناس ولات الجزائر كامله ولات وجهه نتاعها وجهه سياحيه لولايه جيجل. امل انها تكون ان شاء الله تعم على جميع التراب الوطني، وهذه فرصه سعيده انني وجه نداء من مديريه السياحه والصناعه التقليديه للمشاركه باكثر فاكثر في الطبعات القادمه ان شاء الله. التظاهره سمحت لزوار الولايه بالتعرف عن قرب على اطباق السمك التي تشتهر بها المنطقه، فصيف جيجل سانحه للسباحه والتذوق من ثروات البحر. وذلكم هو المذاق الجيجلي. إلى العناوين. ممثلة لرئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح وزيرة البيئة والطاقات المتجددة تشارك في الاجتماع رفيع المستوى بأبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة تحضيرا للقمة العالمية للمناخ المزمع عقدها بنيويورك سبتمبر المقبل. إيداع المتهم أحمد بورقع المدعو الأخضر رهن الحبس المؤقت و16 شخصا بينهم امرأة في تهم المساس بالوحدة الوطنية وإهانة هيئات نظامية طبقا للمواد 146 و75 و144 مكرر من قانون العقوبات. توفير خدمات أحسن للمواطنين ومرافقة دائمة لذوي الاحتياجات الخاصة في عالم الشغل والإدماج واستحداث ديناميكية أنجع لشباب الجنوب في صلب لقاء وزير العمل والتشغيل بالشريك الاجتماعي.
250 طفلا من ولاية الجنوب في مخيمات صيفية بتبازة. ووجهة تلمسان أول محطة للقافلة الإعلامية للديوان الوطني للسياحة. الموعد الإخباري القادم مع فضيل مختار يوسفي عند منتصف الليل. إلى اللقاء.